الصلاة والسلام على رسول الله نأخذ صفة التيمم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أبا عمل تيمم كوبيدي كيف ونرب نفهم؟ إن لم يجد الماء فقد الماء، لا يوجد ماء. يدي باني ثينا وني. أو يوجد ماء لكن لا يستطيع أن يمس الماء، استعمل الماء إما برد شديد أو مرض مثلا. ترى باني ثسا ترى كي كارن له وصل باني بره غنوس أقدن جستو كي وصل جالوس دهري جالوس إستو جالوس كي يدي باني بره غنيل مارن سكسا يا ثوا كوني بيرا بيماري ثوا بيترا جسلي باني بره غنوس مناهي كرسه ونا. نعم. على ما كي كرنه. يا تيمم. وصل تستو بلا كي ونا تستو استسيما تايمو غنوس. يا نوي بقلبه. سبحان الله. پہلا اپنو من ما ہردے ما موٹو کرن ایک نیت کرنے ہو یسم میں اقول بسم اللہ کس وقت بسم اللہ کرنے ہو یضرب ضربہ واحدہ را ایک چھٹی ماترا اپنو ہاتھ کے لالے باطن الكفين على الارض اپنو ہاتھ کے لالے کرے بھوئی ما یا زمین آنے ہو من تراب او طین ماتو لے او یدی ماتو لے او فیری کرے تیو پانی باکو کیچڑ بنتن تیو اور کتی تیو بنتن او سخر أطيو بطيو دونغا بني ونجا. لكن لا يستطيع أن يضرب على هذا مثلاً. ترى إيش تبين بعقوق يعني كير ديوار ما مساقنا جاشين. أو الخشب أو الشجر لا. أو إيش يعني درد إيش يعني روح را تيو كات كات كبار ما بني مساقنا جاشين. نعم على التراب أو على الصخر. دوجا تيجي دوجا كيز ما درسنا يعني ما توصل أثوا دونغا. ينوي بقلب قلنا. قيل كي غرنا نيت غرنا ما نلي. يسمى بسم الله. بسم الله بارنيو. يضرب ضربة واحدة. هات كلال إيش تي عنيه؟ ثم يمسح على وجهه. تثبت يعرفنه أنوار ما هات فرنيه. وظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى. أفهم هات كلالكم ما تفرق إيش تفرق مرة أخرى. مرة ثانية فري فري شكل ما ننسى. يعني بقلبي. قيل أفهم من ما نيت قرنا. يسمى بسم الله. بسم الله قرنا دوسة ثم. يضرب ضربة واحدة. إيش تي تو ما توما ثا دونغ ما عنيه. ثم يمسح على الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى. تثبت يعرفنه أنوار هات كلالكم ما تفرق. نعم هذا هو التيمم. يطيمم. يبقى معنا صفة الاغتسال. أبا صفة الاغتسال يعني غسل كطريقة كيف نشرب؟ الاغتسال على صفتين. غسل كطريقة طريقة كم؟ صفة كاملة كمال مستحبة وصفة مجزئة. صفة بريبون طريقة غسل كيورة طريقة بريبون طريقة كيورة طريقة جن غسل اللي غسل تونس كافي تونس يعني. الصفة المجزئة السهلة. يعني جن غسل غسل كافي هونسا تيو سجل سا تيو طريقة ينوي بقلبه تيو طريقة ما كي غنو واني افنو من ما پيلا كورا نيات غرنو يسمى يقول بسم الله بسم الله پرنو يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار يعني پاني ليرا كل غرنو ناك ما پاني عالنو ناك صفا غرنو تا پاني ليرا كبال بيترا داري بيترا سبي پاني مولنو يعني پاني پوري جمع پوري عنو مرة أخرى يعني فري ينوي بقلبه سبحان پہلا غسل کو سجلو طریقہ با نیت کرنے یسمی بسم اللہ پڑھنے یعمم جميع البدن بالماء پوری جیوما پانی آنے مع المضغ والاستنشاق والاستنزاق سنگ سنگ کل کلی پنی کرنے ناک پنی سوا کرنے اور پانی پنی چلاو نے پانی بہذا یخرج صلی لا احتاج ان اتوضا کسری غسل کو سجلو طریقہ پورا ہونچا اور یہ غسل لیا دی کسی نماز پڑھتا ہونے وضو پسی کس کا نماز پنی پورا ہونچا الصفة الثانية دوسرا طریقہ غسل کو کیو مستحبہ کاملہ جس لئی پریپورن طریقہ بن سکتا ہے یغسل الفرجین جس لئی اپنوں اپنوں دوی کے شام کا دھونے ہو ینوی بقلبی جس پتی نیت کرنے ہو یسمی بسم اللہ پڑھنے ہو یغسل کفین اپنوں دوی تحت کلا دھونے ہو یتمضمض استنشق استنثر کلی کرنے ہو ناک پانے ناک صفا کرنے ہو یغسل الوجه اپنوں چہرہ اپنوں انوار دھونے ہو الید اليمنى ثم الید اليسرى اپنوں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دھونے ہو ثم یغسل الراس روی بالماء مع الاذنین جیسے جی اپنوں ٹاؤ کو دھلنے ہو اسی دھلنے ہو کہ پانی تو بھیتر پسو سے سو کر رہے ہو ثم یغسل کانی پن دھلنے ہو کانی پن دھلنے ہو ثم یغسل الشق الایمن کاملا جیسے جی اپنوں دائیں طرف جیو کو دائیں طرف پورا دھلنے ہو ثم یغسل الشق الایسر کاملا جیسے جی اپنوں جیو کو بائیں طرف پورا دھلنے ہو ثم یغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى جیسے جی اپنوں دائیں کھٹا کے سے بائیں کھٹا دھلنے ہو یخرج یصلی جیسے جی یہ غسل ہوا یدی اسے کو سلیو غسل بڑا نماز پڑھ سے نماز پورا ہو نعيد مرة أخرى یہ شکل پھر دوہرا یغسل الفرجین پہلا نمبر اپنو دیتے شرم کا یعنی اگاڑی پچھاڑی دھو سول ینوی بقلب من من نیت کرنے یسمی بسم اللہ پڑھنے یغسل کفین اپنو دیتے ہاتھ کلا دنے یتمضمض استنشق استنثر کلا کرنے ناک میں پانی چڑھا رہے ناک صفا کرنے یغسل الوجه انوار دھونے
اليد اليمنى دايا عطر دايا عبدوتي دنيا ثم اليد اليسرى بايا عبدوتي دنيا ثم يغسل الرأس روي بالماء مع الأذنين أفنو تاوكو باني يسري عن لنكي باني بيسر فوسوس ركان باني دنيا مع ثم يغسل الشق الأيمن كاملا تسفتي أفنو جيوكو دايا طرف بورا دنيا ثم الشق الأيسر كاملا تسفتي بايا بانك بورا دنيا ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى تسبتي دائم خطه تسبتي بائم خطه دنيو يخرج يصلي يسري غسل پورا انصر يي غسل ما كسي نواس پڑے ونی نواس پڑے والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد.